سأعود لك أستاذ عبد الرزاق. سينضم إلي الأستاذ علي سعيد الضالعي عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، ونهنئك بعيد الوحدة 33، ما الذي يمكن أن يقال بهذه المناسبة؟ طبعا تصحيح الاسم علي عبد الله سعيد. علي عبد الله سعيد، نعم تفضل. نعم طبعا في البداية أقدم أجمل التهاني لجماهير شعبنا اليمني في مختلف مناطقه وفئاته الاجتماعية في هذا اليوم المجيد الذي يعيد فيه توحيد الوطن الذي مزق خارجا أو رغما عن إرادة الشعب. هذه الوحدة التي نرى فيها المنعة والقوة والحصانة والأمل بالمستقبل المشرف وعزيز، ولهذا لا أملك إلا أن نقول هنيئا لجميع شعبنا هذه الفكرة، مع أملنا مع تمنياتنا مع طموحنا أن تتجاوز كل ما يحدث من مشاكل بسبب هيمنة العناصر الطائفية السلالية الحوثية وانقلابها على الشرعية. كان الشعب على وشك إنهاء الفوضى لإقامة الدولة الوطنية الواحدة بعد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لكن الانقلابيين السلاليين الذين يريدون أن يعيدوا النظام الملكي بثوب جديد بتسمية جديدة. لا ننسى يا أخوة أن رئيس تحرير صحيفة الثورة التابعة للعديد في يوليو 2017 كتب موضوعا يقترح فيه أن تكون اسم الدولة الجمهورية المتوكلة اليمنية. الاسم هذا خطوة على طريق أن تتحول إلى المملكة المتوكلة اليمنية، وبالتالي الوحدة من تآمر عليها أو من حاول أن يفتح عليها هي العناصر السلالية الطائفية الحوثية بدعم من القوى الخارجية وتحديدا من إيران. نعم أستاذ علي، يعني لو قمنا بعمل تأصيل تاريخي لمسار الوحدة اليمنية، نحن نعلم أن الوحدة اليمنية لم تكن فقط عام 90، فقد كانت هناك محاولات للوصول إلى وحدة في أعوام سابقة لكنها لم تنجح في تلك المحاولات. ما هو العائق إلى أن أتى عام 90 وتمت الوحدة؟ عموما الوحدة حتى ليس من بعد استقلال الشطر الجنوبي من الوطن وقيام ثورة سبتمبر 62 في صنعاء، وإنما كانت وحدة جماهير الشعب واحدة في كل الانتفاضات التي شهدتها المناطق الجنوبية سواء الإمارات أو السلطنات. كان الحضن الدافئ المستقبل الداعم وشمل الوطن. أذكر في الطالع في ثورة 1957 توجه الثوار إلى قاطبة وكانت ملجأهم وكانت ممولة بالسلاح والذخيرة ما قبل ثورة سبتمبر. أيضا في عدن يوم 24 سبتمبر 62 وقبل قيام ثورة سبتمبر بيومين كان هناك تحفظ مجلس تشريعي وحاول استعمار البريطاني وركائده بما يسمى بالاتحاد الفدرالي أن يقول على من على أي مواطن غير جنوبي أن يحمل بطاقة لكي يشارك في الانتخاب. فحركة جماهير الشعب هذا المؤتمر العمالي، حزب الشعب الاشتراكي، الطلاب، العمال، كل فئات الشعب حركت في مظاهرة عارمة في عدن. وصلت المجلس التشريعي واسقط العالم البريطاني على مبنى المجلس التشريعي. لماذا تقول الشمال وجنوب؟ هذا الكلام يوم 24 سبتمبر. ويوم قامت الثورة 26 سبتمبر تنفس الشعب من السعادات من أقصى إلى أقصى. فتحركت جماهير الشعب من رجبة، من الضالع، من العوادل، من الأبيان الفضلي، من شبوة، من حتى من حضرموت، من عدن. تحركت جميعها لانخراط الحرس الوطني دفاعا عن ثورة سبتمبر والوقوف مع الحرس الوطني وقوات مصر عبد الناصر تثبيتا للثورة ودعما لها. وبالتالي أيضا رتب على قيام ثورة 14 أكتوبر 63 كانت سعد وإف هي المنكر الثوار وهي أماكن تدريب وهي أماكن التمويل لها الثوار. وبالتالي من خلال وحدية الشعب انطلقت وحدية الثورة.
وثم كانت هناك محاولات ولكن لأسباب سياسية لم تتم الوعد بعد الاستقلال مباشرة، لأسباب ربما حركة الحكم العرب كان لها دور في أن تقيم لها دولة خاصة بجنوب الوطن خاصة، أو نكاية أو مقارنة بالبعض الذي له دولتان في سوريا والعراق. فهذا أيضا من كلام 5 نوفمبر الذي أعاد بعض القوى الملكية للوطن، هذا أجل قيام الثورة رغم محاولات ميثاق طرابلس، القاهرة، الكويت، طبعا الحمدي سالمين، كل هذه كانت خطوات على طريق الوحدة ليأتي عام 1990 وتقام الوحدة، ولكن للأسف أخذت بورقة الأخذ بالأحسن نصف صفحة، لم تدرس أساس بناء الدولة أو مداميك الدولة الواحدة، وهو ما جاء في مريقة العهد والاتفاق بعمان، كانت نقشة أساس الدولة، لكن للأسف هناك من راح يشترط على البيض أن يعود لصنعاء، والبيض كرد فعل رفض العودة لصنعاء، ثم جاء مؤتمر الحوار وتم الاتفاق على كل شيء، وإذا بالعناصر السلالية الفلسية تعمل على شرق هذا الاتفاق الذي تحدث عن أسس دولة مواطنة متساوية، الحقوق والواجبات، قضاء مستقل، دولة اتحادية ديمقراطية، كل هذه الأمور للأسف نصفها أستاذ علي، وأنت مؤرخ، يعني إلى الآن ربما هناك مشكلة أساسية، وهي في أنه ربما معظم النخب السياسية في بلادنا في 90 وربما ما قبل عام 90 لم تصدر مراجعات حقيقية لحقيقة الواقع، يعني إما ذهبوا إلى الإنكار الكلي للوحدة، وإما وتحميلها كل أخطاء النخب السياسية، وإما العودة إلى ما قبل عام 90 إلى عهد التشطير. للأسف الشديد أن الوحدة قام بها عناصر غير وحدية. أنا طبعا أسمح لي أتكلم بصراحة، في الشطر الجنوبي من الوطن كان الشعار هناك لا حزب يعلو فوق صوت الحزب، وفي شمال الوطن كانت قضية التعدد الحزبية مرفوضة. أذكر أن علي عبد الله صالح في يوم 20 مارس 90 قبل الوحدة ب 60 يوم يقول لا يمكن السماح للأحزاب ولو بعد 300 سنة. وبالتالي هذان النظامان الغير وحدويين، سواء حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد، فجأة تحولوا إلى ديمقراطيين وقاموا الوحدة وتحدثوا عن التعددية. يعني وفق هذه المعطيات الوحدة عاشت 3 سنوات كانت مليئة بالصراعات، من ثم قامت حرب 94. نعم نعم، لأنه لماذا قلت أسس بناء الدولة لم تقم في الكهف من رجل النفخ، وعملوا عبارة الأخذ بالأحسن، كل واحد يشوف نظام أحسن، وبالتالي أسس بناء الدولة لم تناقش إلا باتفاق عهد الاتفاق في مارس أو فبراير 1994 لعمان، ثم أعيد مناقشة بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وللأسف تمرد عليها الحوثيين وانقلبوا عليها وحدث ما حدث.